عليكم. اليوم جيتكم بدخلة واحدة أخرى اللي هي الوصفة تاع لي فوندون شوكولا، كاع يحبوهم. وهو الإشكال كامل كيكونوا شحال لازم لهم دقيقة باش يطيبوا باش يجوا ان كور كولون. فوالا، تفضلوا مع الوصفة راح تشوفوا كيفاش راح نديروهم. الوصفة واش فيها؟ فيها 160 غرام شوكولا سوداء، 3 حبات بيض، 90 غرام سكر، 50 غرام فارينا، و 130 غرام مارغرين. نحكمو الشوكولا تاعنا السوداء، نحطوها باش نديروها او بان ماري، ونزيدو 130 غرام مارغرين. نحطوهم او بان ماري باش يذوبو، ومن بعد نزيدو نكملو الاخرين. هامليك فوق النار او بان ماري، هاوليك دوك نخليهم حتى يذوبوا. هاوليك بعد ما دابنا نحطوا السكر تاعنا اللي هي 90 غرام، نحكو مليح، بعد ما حركنا دوكا نزيدو البيض بالحبة بالعقل ونخلطو. دوك نزيدو الفارينة، دوكا نحطوهم في القوالب، نكونو دهناهم بشوية مارغرين والفارينة، ونحطوها طيب على 200 درجة 10 دقائق برك باش يجينا ان فغي كولون. دوكا نزيدو في الطياب راح تجي ناشف. دوك نحطوهم في الفوق بعد ما شعلناه خليناه يسخن 10 دقائق في 200 درجة. هامليك هام طابو بعد 10 دقائق في 200 درجة، دوك تشوفوه في صحن التقديم إن شاء الله. هاوليك لو كور كولون تاعنا، شوفو ها. تاكلوا بصحة ولهنا. تابعونا في قناة طاطا حبيبة، إن شاء الله كل يوم جديد مع طاطا حبيبة.